في حقبة تكثر فيها الخطابات الأوروبية المعادية لمشروع الاتحاد الأوروبي، وفي حقبة تزدهر فيها التيارات القومية في مختلف البلاد الأوروبية، ويبدأ فيها التفاوض في بريكسيت، يفتتح متحف بيت التاريخ الأوروبي في بروكسل. المشروع تم تقديمه منذ 10 سنوات، ويقام حفل الافتتاح الرسمي يوم السبت المقبل. لا يجب أن نقتتل مجددا وأن نتحارب في المستقبل، نريد أن يعم السلام في أوروبا، نريد الوحدة والتعددية، وبيت التاريخ الأوروبي يظهر كل هذه الأمور. نحن كأوروبيين ننتمي إلى أوروبا، وآمل أن يدرك الناس الرسالة القوية من خلال هذا البيت. أكثر من 1000 قطعة فنية تمت استعارتها من 300 متحف أوروبي ومن جميع التحف الفنية سيتم عرضها في المتحف. تركز المعروضات الفنية على تاريخ القرن 20، وسيحصل كل زائر على كتيب يحتوي على شرح مكتوب ب24 لغة. بلغت تكلفة تحديث المبنى ومشروع علم الموسيقى 56 مليون يورو، وسيحتاج المتحف سنوياً إلى تمويل قدره 2 مليون يورو يؤمنه البرلمان الأوروبي شراكة مع المفوضية الأوروبية. سيخصص طابقان من طوابق المتحف 6 كصالتين دائمتين للعروضات، فيما يخصص العرض الأول لأخبار قصص التبادلات بين الأوروبيين، وهي حصلت عبر التجارة واللقاءات العسكرية وعبر طرق أخرى.